الاخوات والاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. لقاكم هذا الفيديو نتوما في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله باذن الله. اليوم نهار جديد، فيديو جديد ان شاء الله، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. اليوم غادي نوجدوا واحد ليكيش اللي هما حلوين، ليكيش بالشوكولات ان شاء الله باذن الله ينال الاعجاب ديالكم. نخليكم على مع طريقه، نخليكم مع المقادير ان شاء الله، الطريقه ديال التحضير. بالنسبه لهاد ليكيش حتى احتاجت هاد ليكيش صغيورين، يعني انا ديتهم جاهزين، هادو صغيورين. غادي نديرهم بكريم باتيسير ديال الشوكولات، ديال الشوكولات. وغادي هاد بالنسبه للزواق غندير معاهم الكركاع، وهاد فيرميسي باش نزوق، وواحد البنانه، وعندي نص سيترو ديال الحليب هنايا. المهم وتزوق وهذا الشيء التزيين كيبقى اختياري ليكم اللي بغيتو. صافي هادو هما المقادير اللي عندنا ان شاء الله. دابا غنبداو بالطريقه ديال التحضير. بسم الله، ناخذ البصله غنديروا فيها نص سيترو ديال الحليب، ناخدو البودرة ديال كريم باتيسير، غادي ناخدو منها جوج معالق كبار، يعني جوج معالق كبار في نص سيترو ديال الحليب. الله، ناخدو جوج معالق كبار، بالنسبه للحلاوه كتبقى على حسب الذوق. واحد انا غندير هنايا واحد، جوج، ثلاثة، غادي ندير ربعة ربعة كبار ديال هاد ديال سنيدة. غادي نحرك كلشي مزيان حتى تنسجم العناصر. من الاحسن يعني ديروا هاد لاكريم باتيسير ديال الشوكولاط ديروها وهي في حليب بارد ما يكون سخون، حتى تخلطوا كلشي مزيان. عاد داك الساعات عاد ديروها فوق النار باش تغلي ان شاء الله بحال هكا. دابا انا غنديرها تغلي ان شاء الله باذن الله. انا جمعتهم دابا من بعد ما درت داك كريم باتيسير ديالي يعني يغلي، خليت واحد شويه ساعه ساعه كنمشي، جبت واحد شويه ديال الكركاع هنايا. غادي نهرمشو غير بالمهراز، غير نهرمشو غير شويه باش غنديرو مع داك الكريمه، باش يعني تجينا واحد الكروكو في الكريمه ديالنا. غير شويه نهرمشو هكا، شوف بحال هكا صايب. هاي الكريمة ديالنا بدات كتعقد بحال هكا. صافي غنطفيو عليها البوطه دابا، نخليوها غير واحد شويه تبرد، تشد فراسها واحد شويه، ندخلوها في القوالب ديالنا ان شاء الله باذن الله ديال ليكيش. دابا غادي نزيدو عليها هاد الكركاع اللي هرمشنا، اللي عندها اللوز، اللي عندها كاوكاو، اللي بغات دير شي حاجه ديرها، يعني غير باش كتعطينا ديك قرمشه في لاكريم وصافي.
اللي عندها شكلات مربعات تبغى تزيدو تزيدو. انا ما عنديش ما زدتوش. صافي بحال هكا. دابا غادي نخويهم ان شاء الله في نجيبو لي كيش ديالنا. بسم الله. غنبقى هكذا حتى نعمر لي كيش ديالي كاملين ان شاء الله ونرجع معكم. من بعد ما عمرناهم دابا غادي نزينهم، يعني هكا تزيين بسيط. ناخذ واحد نص بنانه نقشروها. المهم تزيين يبقى اختياري، نتوما ديرو كيف ما بغيتو. يعني كيف ما قلت لكم، يعني البنان، يعني البنان كيجي مع الشوكولاته، داكشي علاش درت البنان. يعني هذا الشيء اللي قلت انا، يعني البنان هو الفاكهه الوحيده اللي كتجي مع الشوكولاته والله اعلم. دابا غنزوق بشويه ديال هاد الفيرميسيل. يعني تزين كيف ما كنقول لكم دائما لكم الاختيار. وليدات كيبغيو هاد الشكلاط وهاد الشيء تيحماقوا عليه الدراري، يعني مره مره بهاد المي فرح الوليدات ولو بحاجه بسيطه. صافي، وكان هذا هو الشكل النهائي ديال لي طارت ديالنا. دابا غادي نخليهم يعني حتى يبردوا ان شاء الله باذن الله. نديروهم في الثلاجه ولا نخليهم غير على جنب وما دغيا دغيا تيبردوا ان شاء الله، ونعطيهم الوليدات ياكلوهم. وكنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، يعني ماشي شي حاجه، يعني شي حاجه بسيطه دغيا دغيا كتوجد يعني في رمشة عين ما شاء الله، كلشي موجود الحمد لله. وصحتكم وراحتكم.